أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية. نبدأ بأهم العناوين. في المدى نطالع، خلية الأزمة النيابية تحذر من انهيار النظام الصحي، كارثة بشرية ستحدث. في موقع عربي 21، استشهاد شاب برام الله بعد محاولة دعس جنود للاحتلال. نقرأ في العرب اللندنية، إثيوبيا تجس نبض السودان بإثارة التوتر على الحدود. صحيفة ذهال عنونت، محاولة الأسد عسكرة كورونا تزيد من معاناة المدنيين وتنذر بكارثة. نطالع في القدس العربي، تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة، الاحتلال يقتل شابا ويبعد خطيب الأقصى. ونشرت العرب الجديد، ترامب ينهي العلاقات مع الصحة العالمية ويبدأ إلغاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ. أخيرا في الشرق الأوسط، عدد موتى كورونا في العالم يتجاوز 360 ألفا. ثورة تشرين كشفت وأوضحت أن الشعب العراقي لم تنطلي عليه أساليب الاحتلال مع زمرة جواسيسه ولصوصه، وكشفت أيضا عن مدى الرفض والمقاومة لمشروع الاحتلال الأمريكي المتداخل معه نفوذ إيران. ونحن هنا نتحدث عن رفض مليوني غاضب هادر جارف بعد 17 سنة من الاحتلال وتفعيل وسائل غسيل الدماغ والقتل والتهجير وتحفيز الكراهية والطائفية واستخدام كل ما هو متاح من إعلام موجه وقتل وأساليب استخباراتية لإلغاء فكرة دولة في العراق. هذا ما جاء في مقال للكاتب عادل رضا في مجلة الجارية. إن شلة الجواسيس واللصوص وسياسي الصدفة الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي للعراق الجريح كلهم سيئون، واستبدال شخصية بأخرى بمواقع المسؤولية لا يعني شيئا ما دام دستور الاحتلال الصانع للفشل وإعادة صناعة المأساة هو سيد الموقف إذا صح التعبير. وإذا حدث أي صراع شخصاني بين تلك الشلة فهو صراع جاسوس مع جاسوس آخر وصراع لص مع لص مختلف. إن مشروع الاحتلال الأمريكي للعراق الجريح كل يوم ينكشف فشله وأيضا المآسي التي جاء بها لشعبنا العربي هناك، حيث تم إلغاء مصطلح دولة، وتم تقسيم طائفي عرقي، وتم استجلاب واستيراد مجموعة من سقط متاع بشري وهم ناس لا قيمة لهم بالمجتمع العراقي وتافهين وكانوا يعيشون بالخارج بانتظار أي عظمة للقوت اليومي. أما بالداخل فقام الاحتلال الأمريكي بتجميع أراذل البشر للانضمام إليهم، فهذه التجميعات الشاذة المنحرفة من الخارج والداخل ما أربك هذا المشروع الأمريكي، هو مقاومته شعبيا الذي أربك هذا التوجه من خلال الرفض الشعبي لمجمل المشروع الاحتلالي وكامل المنظومة الجاسوسية ومنظومة الفساد المالي والأخلاقي القادمة مع الاحتلال والمتأسسة على دستور مكتوب صهيونيا ومفروض أمريكيا. وأضاف الكاتب، لقد كشفت الأوراق كلها الآن والظروف مهيئة لتغيير النظام في العراق وليس الأشخاص، وهذا هو مطلب ثورة تشرين وهي أمال شعبنا برغبته للعودة بعد أزمة كورونا التي ضاعفت الموت وازدادت معها المأساة. دفع العنف المتزايد من جراء تحركات الميليشيات المسلحة في عدد من مناطق محافظة ديالى دفع لتجدد موجات النزوح فيها، إذ أجبرت أسر عراقية على ترك مناطقها هربا من صراع مسلح بات يهدد حياة أفرادها. هذا ما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد يخص الوضع في محافظة ديالى.
تشهد المحافظة الحدودية مع إيران منذ نحو شهرين أعمال عنف شبه يومية تزايدت حدتها أخيراً مع عودة عمليات القنص والاغتيالات وتفجير العبوات، فضلاً عن القصف العشوائي بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، والذي يتم أحياناً على المناطق السكنية وسط ارتباك واضح في إدارة الملف الأمني. وتعد مناطق الوقف وبلدة العبارة والقرى القريبة منها مثل حد الأخضر وزاغنية وزهرة من أكثر المناطق التي تشهد أعمال عنف يومية. وقال مسؤول محلي إن 15 عائلة نزحت خلال اليومين الأخيرين من قرية حد الأخضر نحو مناطق أكثر أمناً بسبب عمليات القنص والقصف التي تسببت في قتل عدد من أبناء القرية. وأكد المسؤول المحلي للعرب الجديد أن العديد من العوائل في القرية وقرى أخرى مجاورة تتأهب للنزوح بسبب عجز القوات الأمنية عن وضع حد للعنف المتصاعد. تلك القرى مهددة بسبب نشاط الميليشيات التي تسيطر على تلك المناطق، والتي عاودت عمليات التفتيش بشكل شبه يومي ما تسبب في التضييق على الأهالي. مناطق ديالى إذن تعيش حالة من الرعب، ولا سيما ليلا، إذ لا يمكن لأحد الخروج من منزله، ولا تسمع فيها ليلا إلا أصوات القصف وإطلاق النار بين مدة وأخرى، والحكومة المحلية لم تتخذ أي إجراء للسيطرة على الأمن. يجمع العاملون في الوسط الرياضي العراقي من مؤسسات رياضية رسمية وغير رسمية على أن أهم ما أوصلنا إلى حالة الضعف والتخبط في العمل برياضتي الإنجاز والهواء معا وإدارتها كليا هو غياب القوانين التي تنظم العمل وتضع الأطر الصحيحة للعمل. عن الوسط الرياضي ومؤسساته في العراق كتب محمد حمدي في صحيفة المدى، فلنتابع. القوانين السابقة المنقوصة في المضمون والمبهمة في جوانب كثيرة هي من أرهقت الرياضة العراقية، ومعها كثرة من وضع تصوراته الفلسفية عليها بحسب فهمه، لتأتي بعدها اللوائح المضافة وتزيد الطين بلة. ومع وصولنا اليوم إلى مرحلة متقدمة في صياغة القوانين ووضعها من المشروع وطرحها للقراءة كما في قوانين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية وتأخرها في هذه المراجعات، يرى أغلب المطلعين ومنهم نواب في البرلمان أنها صيغت على عجالة ولم تلبي الغرض من صياغتها، لأنها إما أخذت بالاستنساخ من قوانين دول أخرى أو أنها ركزت في جانب منها لإنهاء مشاكل عالقة تخص الإدارة على رأس الأندية والاتحادات وإداراتها أو الانتخابات التي تخصها. من الجهة المقابلة يرى ممثلو الأندية والاتحادات الرياضية أن ثمة ثغرات واضحة في الصياغات الجديدة للقوانين تتيح للحكومة المركزية التدخل في عمل هذه المؤسسات، وهي ذريعة قديمة جديدة استغلت بأبشع صورة كورقة ضغط وقوة يمارسها المتنفذون في الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية على حد سواء. ومعها يبدون عدم تخوفهم من مراقبة الحكومة لأموالها المصروفة في عالم الرياضة ودفع شبهات الفساد عنها. مؤسساتنا الرياضية ما زالت هيكليتها تحبو في المسار القانوني، قانون يؤطر العمل بصورة عامة ويعطي الشرعية القانونية والوضوح، ولا يؤجل الاحتراف والاستثمار والرياضة النسوية في أي مؤسسة وأندية لكل الاتحادات الرياضية المنضوية تحت لواء الأولمبية. ما يمكن سرده من نتائج كارثية لتأسيس السلطة الفلسطينية واختزال القضية الفلسطينية في فكرة الدولة، أي دولة، ليس قليلا، وما يظهر من مراجعات للمسار السياسي الذي أخذت تسعى إليه منظمة التحرير بقيادة القوة المهيمنة عليها منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، أن الاتفاق يتصاعد إلى درجة تقترب من الإجماع على مأساوية هذا المسار ونتائجه، ويكفي القول إنها قلبت الأجندة الفلسطينية، قلبتها إلى صراع داخلي على السلطة، وانحكمت أيضا بقوة الاحتلال وإرادته.
هذا ما جاء في مقال الكاتب ساري عرابي كتب عن السلطة الفلسطينية في موقع عربي 21. إذا كان هناك من يستسهل الدعوة لحل السلطة، فهناك من يدرك أن هذا ليس حلاً لجملة أسباب، منها ارتباط معايش ملايين الفلسطينيين بالسلطة أمناً وعملاً وتدبراً وإدارة، فهي ليست شركة تعلن إفلاسها ثم يحمل موظفوها سيرهم الذاتية وخبراتهم المهنية في اليوم التالي بحثاً عن عمل جديد، بل هي مؤسسة تدير شؤون شعب في سياق سياسي. ثم إن الاحتلال طور خبرته مع الأمر القائم بما يمكنه من إيجاد البديل الأقسى والأصعب على الفلسطينيين. وأخلاقيا فإن الشعب لم يطلب السلطة، وإنما ورطته بها قيادة منظمة التحرير، فلا يجوز تركه فيما ورط فيه واستغرق تفاصيل حياته ليتدبر أمره. هذا بكل سهولة، يبقى القول بأن تغير وظيفة السلطة مع بقائها مؤسسة إدارية لا سياسية. وهذا الاقتراح وهو الأوجه يتطلب بالدرجة الأولى وحدة وطنية، لأن تغيير الوظيفة يعني حتما مواجهة من نمط ما مع الاحتلال الذي سيسعى للهيمنة على هذه المؤسسة الإدارية وإخضاعها لمصالحه أو تجاوزها وفرض بدائله. والمواجهة تحتاج استعدادا ووحدة مجتمعية وسياسية، ولأنها مؤسسة إدارية فينبغي أن تحتكم إلى مؤسسة سياسية أعلى. المقترح هو أن تكون منظمة التحرير بعد إصلاحها لكونها المؤسسة القائمة فعلا في هذه الحالة، فإن إصلاحها يقوم على إلغاء الاحتكار والاستئثار وتطويرها لتمثل الفلسطينيين كلهم من دون استثناء. نبقى في الشأن الفلسطيني، إذ نشرت صحيفة العرب القطرية مقالا للكاتب رضوان الأخرس جاء فيه: قد يقول بعضهم إنه ليس من الجيد الآن في هذه المدة تحديدا أن ننصرف إلى النقد الداخلي بدلا من الحديث عن ضرورة التوحد في مواجهة مشروعات الاحتلال التوسعية الجديدة أو مصطلح على تسميته مشروع الضم. ولا شك أنني أتفق مع ذلك، وهذا ما يقوله الكاتب رضوان الأخرس في صحيفة العرب القطرية، وليس لعاقل أن يرى غير ذلك، ولكن يجب عليه أن يرى ذلك بكلتي عينيه. من الجيد في البداية أن نسمي الأشياء بمسمياتها، وأن نعيد التأكيد على بعض النقاط الأساسية، ولعل من أبرزها وأهمها أن عباس بإعلانه الأخير لم يقل إلا شيئا مؤكدا بات واقعا يراه كل الناس، ولم يكن خطابه إلا محاولة لاستدراك شيء بعد فوات أوان استدراكه. فالاحتلال بخطواته الاستيطانية التوسعية وبمشروع الضم الزاحف ألغى جوهر جزء كبير من اتفاقياته مع السلطة، فلم يعد لها معنى ولم تعد تسمن ولا تغني، بل تفقر وتقفر. بالإضافة إلى أن بقاء السلطة التي يرأسها بات موضع شك كبير، وأن مجرد قراءة الوقائع وتوضيح ما بات واضحا لا يغني عن حقيقة أن مساره ورهاناته هي التي فشلت وانتهت أكثر من كونه ألغى شيئا قد انتهى. وإن العلم بالشيء دون العمل بمقتضاه والاستفاضة في شرحه دون ما استحضار خطوات حقيقية أو التجهز لها ميدانيا وبخطوات عملية لا يعدو كونه دورا تنظيريا مفرغا من مضامينه للاستهلاك الإعلامي ومحاولة للهروب من أعباء الضمير وتبعات الملامة إن وجدت. فالاحتلال كما يعلم الجميع لن يقوم بضم أراضي الضفة على الورق وعبر التصريحات الإعلامية، كما هي مشاريع العديد من الساسة هذه الأيام من عديد التيارات والتوجهات، بل عمل على الأرض بالجرافات وألوية من الجنود وفرق من المدرعات وما إلى ذلك من أدوات القمع والتوحش. ويضيف الكاتب: لقد ألغى عباس والمؤسسة التي تحت سيطرته أكثر من مرة قبل هذه المرة اتفاقيته مع الاحتلال، إلا أن هذا الإلغاء ظل حبيس الورق وبعيدا عن الواقع وأعين الناس.
ما أنفقته دول العالم لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها حتى الآن قد وصل إلى رقم هائل نحو 15 تريليون دولار. الولايات المتحدة مثلاً وحدها صرفت نحو 6 تريليونات دولار حتى الآن وفقاً لتقديرات نشرت في صحيفة واشنطن بوست، وضعت في الحسبان حجم المبالغ التي رصدتها الإدارة الأمريكية وتلك التي خصصها البنك الاحتياطي الفيدرالي في إطار جهود احتواء الآثار الناجمة عن أخطر أزمة يواجهها العالم. عن ما ينتظر العالم إذن بعد كورونا كتب عثمان مرغني في صحيفة الشرق الأوسط. ما زلنا في المرحلة الأولى من مواجهة صدمة الكورونا ونتلمس خطواتنا نحو المرحلة الثانية التي تبدأ مع الخروج من الحبس واستئناف العمل والأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي مع التزام الحذر ومراعاة إجراءات السلامة. فلا أحد يعرف ما سيحدث مع عودة الناس إلى الشوارع والمكاتب والمصانع والمدارس ما دام الفيروس موجودا، والعلماء يحذرون من إمكانية موجة ثانية أو حتى ثالثة، بينما العالم ينتظر نتائج البحوث والتجارب الحثيثة على أمل التوصل إلى علاج ولقاح. لكن استئناف الحياة كان لا بد أن يحدث، فلن الناس يستحملون البقاء محبوسين إلى ما لا نهاية، ولا الدول تستطيع تحمل استمرار الشلل في اقتصاداتها مع تصاعد الإنفاق الفلكي على الأزمة وتداعياتها. مهما بدا حجم الإنفاق على الأزمة وتداعياتها مخيفا، فإن الرأي الغالب هو أنه لم يكن هناك خيار آخر أمام الدول سوى أن تفتح خزائنها وتوجه كل مواردها وجهودها وطاقاتها نحو احتواء الأزمة. فالبديل كارثة اقتصادية وإنسانية أكبر وأخطر بكثير، وعلاجها سيكون أصعب وأطول. كل هذه الضغوط المتوقعة ستعني مدة صعبة، سواء على صعيد الأوضاع الداخلية في الدول أو على صعيد الاقتصاد العالمي والعلاقات بين تلك الدول، مع كل التأثيرات المحتملة على الاستقرار خلافا لما يراه بعضهم ولما قد تدفعه باتجاهه سنة انتخابات الرئاسة الأمريكية أو القيادات الشعبوية في بعض الدول. فإن آخر ما يحتاجه العالم في هذه اللحظة هو انكفاء الدول على نفسها. ذكرت الخدمة الوطنية لكبار السن في أمريكا الجنوبية سيناما، ذكرت أن امرأة يبلغ عمرها 111 عاما أصبحت أكبر شخص سنا ينجو من فيروس كورونا في تشيلي. قال سيناما إن أخوانا زونيجا التي ستتم عامها 12 بعد 100 في شهر تموز المقبل هي واحدة من 25 شخصاً أصيبوا بالفيروس في دار رعاية بالعاصمة سانتياغو. وقد نقلت المرأة التي كانت تعيش في الدار منذ 2014 إلى ردهة للعزل وخضعت للرعاية هناك لمدة 28 يوماً، وتمددت تشيلي في إجراءات الحجر الصحي في منطقة سانتياغو الكبرى حتى 5 من حزيران يونيو، إذ سجل 82 ألف حالة وهو ثالث أعلى معدل إصابة في أمريكا اللاتينية بعد دولتي البرازيل وبيرو. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم. غدا بإذن الله صداقة أقلام جديد من الرافدين في أمان الله.